مساء الخير لكل مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامج لم الشمل على تلفزيون سوري. مساء الخير روان. مساء الخير محمد. مساء الخير لكل مشاهدينا، مواضيع كثير منوعة، خلينا نشوف أبرزها لليوم. سوريان ينقلان حرفتهما إلى لبنان ويبدعان بأعمال الديكور. هل يستطيع أهالي سويداء منع سوق التعفيش من الانتشار في المدينة؟ ظروف معيشية ومؤثرات متنوعة تضع طموحات الشباب في مرمى الشك والإحباط. خلينا نروح بجولة لأحوال السوريين. قدمت المفوضة الأوروبية مقترحا لإنشاء دائرة شرطة حدودية لضبط تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي. وبحسب المتحدث الرسمي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي مارغاريت شيناس، فإن المقترح يشمل جمع قوات حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية ضمن دائرة واحدة تحت اسم دائرة شرطة الحدود. في سوريا اندلعت حرائق في غابات بريفي لاذقية الشمالي وأدلب الغربي، في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية بعد هجمات لقوات النظام على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وأضافت وكالة الأناضول أن فرق إدارة الغابات بمنطقة ييلدا التركية والتي تبعد 5 كيلومترات عن الحدود السورية حاولت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف في حال امتد حريق للجانب التركي. أتمنى لما يكون في أضرار كبيرة. اجتمعت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل بالجناح اليميني من ائتلافها الحكومي لتسوية نزاع حول المهاجرين يهدد بإسقاط الحكومة. الاجتماع جاء بعد تقديم استقالة وزير الداخلية بحسب موقع دوتشا فيلي الألماني، وتركز محور الاجتماع على سياسة ميركل حيال طالبي اللجوء والتي يطالب الحزب البافاري بتجديدها. أوضاع اللاجئين عم تشغل الدول وحكومتها بكل مكان. طالب وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق بإخلاء 4 مخيمات للاجئين السوريين في بلدة عرسال يوم أمس بهدف هدمها وتجريفها. وأكد المشرف على مخيم قرية حياة للاجئين أنه تلقى إنذارا بالإخلاء وأن مصيرا مجهولا ينتظر سكان المخيم بعد الإخلاء، مشيرا إلى أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبلدية عرسال لم تخصص لهم البديل. يعني بالفعل يعني مصير بالتشرد 120 عائلة داخل المخيم، في مخيم كمان الشهداء تقريبا 108 عائلة. للأسف أوضاع اللاجئين السوريين عموما في لبنان سيئة وما زالت على أمل تحسنها. في لبنان أيضا الأخوان محمد ويوسف مطر قدموا من مدينة معرق النعمان في سوريا إلى لبنان بعد الحرب، ونقلوا معهم فنا خاصا بمنطقتهم ليكونوا مميزين بحرفتهم وهي التزيين في الديكور. لنتابع معا هذه القصة. جميع أنحاء لبنان بيجوا لهون على هيدي المنطقة هون، يعني بالأخص هون بعسفرين يعني الضيعة هون بالضمي، واشتغلنا رحنا هون زينا المنطقة يعني شوارعها وبلدياتها وأخذنا شغل عند البلديات والطرقات هون كلها رحنا مزينينها هون الحمد لله رب. يعني كتير عالم لقت المسرحة حلوة ورخيصة يعني، وبتضاين على المليح وبتضاين على البرد والتلج والهدي، صاروا يشتغلوها يعني أكثر العالم صارت تعتمد علي، خصوصا الأرضيات اللي رحنا مرسمي والجرر وهالاشياء هيدي كلها رحنا الحمد لله يعني منتجها كلها بنرسمها بنشتغلها.
اشتغلت مع خيي بمصلحة الديكور وتعلمت منه المصلحة، انطلقت أنا وياه صرنا نشتغل فيها للمصلحة، وصرنا يعني باب معيشتنا صارت من مصلحة الديكور النحت وصرنا نشتغل فيها، ضالين لهلا سوا عم نشتغل مع بعض والحمد لله، ونتمنى نرجع إن شاء الله على بلدنا سوريا ومثل ما اشتغلنا هون وزينا مناطق الضمنية بلبنان، نتمنى نزين بلدنا إن شاء الله بالديكور والمناظر الحلوة. عندي بيت مصيف بالضمنية، فكنت بمطعم الزحلان وشفت شغل الشباب ووصلت لهم، تواصلت معهم وحكينا معهم وعملنا هيدا الشغل، قلنا لنشوف شو بيطلع معهم، وطلع شيء حلو ومرتب، وكل ما حدا شافه بيتفاجأ لأنه أول مرة بفوت على لبنان هيك نوع من الفن وتألقوا فيه. هلا مشاهدينا وصلنا لأخبار السوشيال ميديا بحكي ميديا. صار وقت نرحب ألا، يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك روان ومحمد، وكمان بدي مسي عليكم مشاهدينا، إن شاء الله تكونوا بخير. رح نبلش حكي ميديا بسؤال حلقة اليوم. السؤال هو: هل يستطيع أهالي السويداء منع سوق التعفيش من الانتشار في المدينة؟ طبعاً سؤال موجود مثل كل يوم على صفحة تلفزيون سوريا على فيسبوك، لحنا حطيناه من وقت ووصلنا عليه مجموعة من التعليقات، رح أقرأ بعضها لحتى تعرفوا كيف ماشي مسار الحلقة اللي رح يتم تناول طبعاً هذا الموضوع بحلقتنا بفقرة شو صار، وبتمنى عليكم أنه كمان شاركونا بأرائكم بالموضوع. رح أقرأ التعليقات. سلاف عم تقول: رح نعمل كل شيء بنقدر عليه على كل المستويات، شعبي، مدني، أهلي، ديني، قانوني، ولو ما قدرنا نوقف إلنا شرف المحاولة. وسلاف حاطة هاشتاج: ما رح اشتري صاحبه، عم يبكي عليه، لا للتعفيش، لا تكون شريك وتشتري مسروق. طبعا هدول الهاشتاجات منتشرين من أول ما بلشت الحملة على درعا، ومثل العادة النظام أول ما يفوت على منطقة ببلش التعفيش ينتشر فيها، وهالمرة رواد السوشيال ميديا بالعادة بيفضحوا التعفيش، ولكن هالمرة عم يحاولوا يوقفوا بوش التعفيش. هلا رح نحكي بشكل أوضح عن الموضوع بالفقرة شو صار. أكيد لا بحكي ميديا أو بحكي ميديا. بدي أقرأ تعليق تاني من عفرين، عم تقول إنه النظام حرامي وبيعرف هالشي منيح، وكمان الفصائل يعني متهمينون ب أكيد ما بدنا نعمم فصائل في هيك وفي هيك، ولكن النظام صار معروف وتصرفاته صارت كتير واضحة. مثل ما حكيت من شوي إنه النظام كل ما يدخل على منطقة بتبلش عمليات التعفيش، حتى يعني صار فينا نقول تقريباً إنه ما في مدينة سورية نفدت من التعفيش. وحكينا قبل عن هذا المصطلح كيف ظهر يعني مع الأفعال يلي عم تنتشر بالمدن يلي بيدخل عليها النظام، وصار في هذا المصطلح من عفش أخذ العفش تعفيش يعني، وصار يعني مصطلح عربي إذا بدك يستخدم يعني مو بس سوري. صحيح. هلأ رح نشوف بدرعا يلي إجا التعفيش عليها مع الأسف، رح نشوف الهاشتاجات يلي انطلقت، بس قبلها رح نشوف فيديو انتشر اليوم كتير على السوشيال ميديا بيحكي أو بيفضح مين هنن المعفشين وكيف عم يصير التعفيش. يلا أقول لك خيرك مشي لك شيء، ليش مشي عليهم؟ أنا مالي شيء هناك، اصطف له شبابك وباب بعوض الله، خليهم يلا حيهم قرايب من أهل الجبل، ما خلوا لكم شي بحوران، شايفين؟ هذا قال لك تعمل إرهاب يا مين الدم، مش إرهاب يعني، لو إرهابي ما بطلعش بروح باجي، أنا مش إرهابي. حيهم الشباب، الله حيهم الشباب الغامة. وعد صورني ها؟ لا شو لك علاقة انت يا عمي انت؟ هذا الزلمة البوستري يا عمي عمي. هذا الزلمة شايفينه ها؟ احفظوه. يعني كل مرة بكل مدينة بنرجع بنشوف هالفيديوهات، ويعني مثل ما حكيت بالبداية انه هالمرة عم يكون في تحرك مختلف، بالعادة دائما عم يكون فضح لعمليات التعفيش، هالمرة اهالي سويداء بالحقيقة هن اللي بلشوا وعملوا، صار في صفحة كمان او عدة صفحات حتى على فيسبوك وتويتر لانه يوقفوا بوش التعفيش.
يعني هذا شغله منيحه لانه النظام خصوصي ببعض المناطق بيحاول يلعب على انه يزرع خلافات حتى بين صحيح. ابناء المدن. صحيح محمد. رح نشوف الشيء المعاكس، يعني الجانب المعاكس من عمليات التعفيش. لا تعفش شايفك، هي صفحه عملوها جديد. جودي دوار عم يقول يبدو انه الحرب على التعفيش قد بدات. حرق سياره محمله تعفيش عند دوار الثعلي في السويداء. كما بنشوف بوست ثاني من صفحه تجمع احرار السويداء، ونفس الشيء صوره للسياره يلي محمله برادات معفشه بالقرب من الدوار الثعلي في مدخل مدينه السويداء، والهاشتاج لا تعفش شايفينك. كمان بنشوف جودي مره ثانيه، تحيه الى اهل الكرامه وعزه النفس في قريه عرمان، حيث اغلق مواطنين بالسويداء محل تجاري يقوم مالكه ببيع مواد مسروقه معفشه من درعا. هذا الحكي كان من يوم الاحد من يومين، وبحسب مصدر محلي قال السويداء انه مجموعه من الاهالي اغلقوا المحل، وهلا في حملات لحتى انه اي محل او اي جهه عم تبيع شيء معفش يقوموا بمقاطعتها لحتى تصير مثل عبرة للآخرين. يمكن هاي الحركة الوحيدة اللي ممكن إنها تقصيهم عن هاي التصرفات، لأنه موضوع الفضائح والصور والفيديوهات اللي انتشرت ولكأنه أثرت معهم، وحتى في بعضها هن كانوا عم ينشروها يعني وكأنه بشكل متعمد. عم يعني بالفيديو من شوي بالفعل صحيح. كان في بس الفيديو الأخير اللي هلا عرضته لما اللي عم يصور ورجه وش الشخص اللي بده يبيع القطع المعفشة هرب. يعني كأنه الوضع بالسويداء مختلف عن لما يكون المعفشين من جيش النظام، يعني جيش النظام بيتفخروا بهي القصة وكأنه هي غنائم حرب، بس كأنه هالمرة الوضع مختلف، يعني أهالي السويداء بالنسبة لهم القصة مو بهالسهولة. أيوة وكأنه في يعني عار اجتماعي، المجتمع محافظ على قيم معينة، فهي شغلة منيحة يعني. أكيد أكيد، على أمل أنه يعني هالمرة يكون التعفيش ينقلب السحر على الساحر. النظام الهدف منه دائما أنه يوقع المواطنين بعضهم ويزرع الفتنة، بس على أمل أنه هالشي بالعكس يعزز الأخوة بين السوريين، مثل ما شفنا في محاولات فعلا لحتى نتذكر أنه لحنا يعني إخوة، وأي حدا بيشتري غرض مسروق فعلا بيكون عم يشتري حرقة قلب صاحبه معه. رح نضل عم نحكي عن درعا، بس رح نحكي عن هاشتاج إحنا رايحيلهم يلي رفعوها نشام الأردن بعد ما رفضت السلطات الأردنية فتح الحدود أمام أهالي درعا الهاربين من قصف النظام وروسيا. رح نشوف هادي العبدالله، اليوم كثير انتشر هذا البوست سواء على فيسبوك أو على تويتر. طبعا الإعلامي الناشط هادي عبدالله غني عن التعريف، كان عم يقول الشعب الأردني الطيب كسر الحدود حقيقة وواقعا فعلا وقولا، وذلك عندما سير الحافلات محملة بكل ما يخرف معاناة اللاجئين السوريين في العراء. لا تفتحوا الحدود هاشتاج إحنا رايحين لهم، رغم إسلاك الحكومات الشائكة والقرارات السياسية انطلقت قوافل الشعب الحر الذي أكد وقوفه مع ثورتنا. شكرا للأردنيين الأحرار للنشامة، ما خاب أملنا فيكم. مرة تانية إرادة الشعوب تكون أقوى من يعني أي قرارات حكومية. ويعني حلو يمكن اللي عم نشوفه رغم كل المآسي، سواء اللي عم نشوفه هلا بالأردن تحرك شعبي مثل ما قلتي من قبل الناس العاديين، أو بالسويدة مثل ما حكينا محاربة تعفيش، إنه الناس العادية المواطن العادي في شيء في خير لسه موجود صحيح. بالناس، على عكس للأسف مثل ما قلت القرارات السياسية اللي غالبا عم تكون ضد السوري. حتى رغم إنه ما يمكن ما يحرك شيء يمكن قرارات الحكومة الأردنية، لأنه قرارها صارم وصرنا بنعرف تصريحاتهم، بس في كثير كان بوستات كثير حلوة إنه أنا مستعد حتى أحط 5 عائلات أو 6 عائلات وما إلي علاقة بأي حدا، مستعد إنه استقبلهم، بس إنه يكون في طريقة حتى لإدخالهم. أنا كثير ذكرت وقت حرب تموز لما صار السوريين طلعوا على الحدود، وكمان صار العالم يفتحوا بيوتهم، يعني نفس الموقف صار بالحقيقة. صحيح. رح نشوف بوست ثاني عن نفس الهاشتاج، أحمد محمد عم يقول هذا كان رد النشامة على حكومتهم، لا تفتحوا الحدود إحنا رايحين لهم. شكرا للنشابة للنشامة عفوا ما خاب أملنا فيكم، حاطين صورة أو صور بتوضح القافلات اللي فيها مساعدات وكيف عم يتم توزيعها على أهالي درعا. رح نشوف كمان بوست كثير حبيت أنا، هي اللافتة صدر البيت لأهلي السوريين والعتبة إلي ولأهلي أردني حر. كمان في تكرار كان لهي الجملة. كمان بنشوف بوست ثاني، تخاذلت الحكومات ولم تفتح الحدود، هيك عم تقول لم تفتح الحدود، عم تقول هادية، فجاء الرد من نشامة الأردن إحنا رايحين لهم، شكرا من القلب. ونفس الصور يلي بتوضح قديش فعلا يعني المساعدات ضخمة ومساعدات كثيرة، يعني على أمل إنها تكون فعلا بتسد
من حاجة العالم اللي صار لهم أكثر من أسبوع تقريباً بال يعني في شيء طارئ يمكن لأنه بيحتاجينه، لكن بالتأكيد بحاجة لحل يعني جذري لحتى ينهي هاي المسألة. وهيك مبادرات مدنية بتورجي المنظمات والجمعيات الدولية يعني قد إيه أنتم صغار، قد إيه مالكم قادرين تساعدوا العالم بعد هاي الأهداف اللي صرعتونا فيها، إنه مثل منظمات اللاجئين واليو إن وإلى آخره ما عملوا شيء. كمان على تويتر الهاشتاج منتشر كتير، سين هيك بيسمي حاله، ألف ألف شكر للشعب الأردني الشقيق، والله يعجز اللسان عن وصفكم، والله يقدرنا على رد جميل. إن شاء الله جميل منرده بالأفراح، أكيد مو بنفس الوضع إن شاء الله. كمان بنشوف من دكتور سيريا عم يقول إحنا رايحين لهم نشامة الأردن، جزاكم الله خير. وأحمد عم يقول والنعم بالنشامة، ونفس الهاشتاج منتشرة. عن ثائر عم يقول شعب شهم وابن شهم هدول هنين النشامة. شيء كتير بفائل يعني. يمكن بزمانه كان شاعر العربي قديما يقول يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. يمكن بتشبه اللافتة اللي كان رافعة الطفل الأردني، واللي بتذكر يعني المفروض أنه هي جزء من يعني قيم مجتمعاتنا، وتأكيد يعني نوع من التضامن والاستقبال الأشخاص اللي هنن أهل بالأخير يعني كلياتنا. صح، يعني أقل شيء ممكن ينعمل بهيك ظروف، واحد راح بيته وراح كل شيء بيمتلكه. رح نشوف الهاربين من قصف النظام، نشوف تعامل الشرطة الروسية كيف تعاملت مع أحد المشجعين يلي ردا على سعادته بفوز المنتخب الروسي. شوي ضاج الزلمة وطلع على سيارة روسية، ولكن الشرطة الروسية تعاملت معه بعنف كتير 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 مبالغ فيه. خلونا نشوف. يعني مثل ما شفنا ضرب، ويعني بشكل مبرح فعلا، واخر شيء كمان اعتقلوه. مو غريب على كل حال على الحكومه الروسيه والشرطه الروسيه هي التصرفات. اكيد مو شيء بعيد عليهم. انا هلا بدي اودعكم محمد وروان، وكمان مشاهدينا رح نرجع نلتقي بالجزء الثاني من حكي ميديا، رح نعرف شو قصه مطعم بوابه دمشق يلي عم ينحكى فيها من امبارح لليوم، ويلي عم يتطالب بمقاطعه المطعم. خليكم عم تحضرونا وملاقونا بعد شوي. شكرا لك آلاء على الجوله المنوعه، مكملين معكم مشاهدينا، فاصل وراجعين.